يقول: ما هو ضابط الضرورة أو الحاجة لارتكاب المحرم؟ الضرورة التي تبيح المحرم هي ما يلحق الإنسان فيها الضرر، يكون هلاك أو ما هو في منزلة الهلاك من تعثر إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة في الأحكام لتحقيقها. فإذا كان إنسان يوشك أن يهلك إذا لم يفعل، أو يقارب الهلاك بالتعثر الذي يخرجه عن حال الاستقامة، فإنه يكون قد وقع في ضرورة. لكن إباحة المحرم بالضرورة، إباحة المحرم بالضرورة لابد فيها من شرطين. الشرط الأول تكون الضرورة تندفع بهذا المحرم، جميل. تحقق اندفاع الضرورة بهذا المحرم. فإذا كان ما تندفع الضرورة بالمحرم فعند ذلك لا يجوز ارتكابه، لأن ارتكابه لا يدفع الضرورة، فلا بد أن تندفع الضرورة بالمحرم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هناك سبيل لدفع الضرورة إلا بهذا المحرم، فعند ذلك تكون الضرورة مبيحة للمحرم. هذان شرطان لا بد من توافرهما: تحقق اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم، أن لا يكون هناك وسيلة ولا سبيل لاندفاع الضرورة إلا ارتكاب هذا المحرم. مثال ذلك: شخص في صحراء وغص أو في مكان، يعني غص بلقمة ولم يجد ماء ولا سائلا يدفع به هذه الغصة التي يوشك أن يهلك منها إلا بأن يجرع شربة خمر. هنا هذه ضرورة. ليش؟ لأنه ما في وسيلة لدفع الضرورة إلا هذا الخمر. لو وجد ماء أو عصيرا أو سائلا مباحا من الشاهي أو ما جاز له أن يعمل، أن يشرب الخمر لدفع الغصة. ثاني أنه يتحقق أنه إذا شرب من هذا، إذا دفع الغصة بالماء بهذا السائل وهو الخمر اندفعت، فعند ذلك يجوز ارتكاب المحرم للضرورة. هذا مثال، هذه القاعدة وهذا المثال. جميل، أحسن الله إليكم.